الأستاذ خالد محمد عبد اللطيف رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية ورئيس مجلس إدارة جمعية الإندان الخيرية والاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالحضور الكرام الذين شرفونا اليوم، و يعني شرفونا وأضافوا لصالون الإندان الثقافي، وإن شاء الله يكونوا عون للثقافة في كل الجمعيات وفي كل المحافل النوبية. النهارده بافتتاحنا قاعة كمبيوتر في جمعية الإندان، دي مش أول مرة، قبل كده فعلا اتحقق الكلام ده، ويمكن على مستوى الإندان، يمكن الإندان من 30 سنة كانت أول جمعية بتقوم بتدريب أو تثقيف الناس في بدورات كمبيوتر، ووزارة الشؤون الاجتماعية ساعتها كانت قربت الإندان وقالت إنها هتدينا من المنح اللي هي جاية من الخارج 35,000 جنيه من 30 سنة. ال 35,000 جنيه دي بدنا نجري، وصلت 3,500، ال 3,500 وصلوا 350 جنيه في النهاية. اشترينا بيهم مكتبة، كان أيام المرحوم الله يرحمه محمد إمام حمزة، وكنا احنا لسه طبعا شباب كنا بنجري معاه، ربنا يرحم. وزلت يا باشمهندس. فالنهارده القاعة هي قاعة النوبة مش قاعة الإندان. يعني احنا قرية من قرى النوبة، وأبنائنا يعني كلهم أفراد من أبناء النوبة، فهي القاعة مفتوحة لكل أبناء النوبة. وأعتقد إن في قاعات أخرى في جمعيات أخرى برضو أعتقد إنها مفتوحة لكل أبناء النوبة. إحنا بنمثل الإندان ونمثل الاتحاد النووي، دي نواة، وإن شاء الله في كل الجمعيات هتكون في قاعات مماثلة، وهيكون نقول إيه ثورة تكنولوجية بالنسبة لأبناء النوبة، وتفاعل مثمر إن شاء الله، ودي بكورة وإن شاء الله تستمر في كل الجمعيات. ونشكركم على حضوركم ونكمل لقاءنا إن شاء الله. شكراً.